السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بنكمل مع بعض الشابتر التاني في مادة علم الأدوية الفارماكولوجي. النهاردة موضوعنا عن الهايبرتنشن. ايه هو الهايبرتنشن؟ ضغط الدم العالي. يعني ايه ضغط بتاع اي حاجة؟ انا عندي يا جماعة السيركيلاتوري سيستم او الجهاز الدوري بتاعي عبارة عن مضخة بتضخ سائل في مواسير. المضخة دي هي القلب زي ما احنا شايفين كده، والمواسير بتاعتي هي البلد فيسلز او الاوعية الدموية. خلاص، دي الطريقة اللي الدم بيمشي بيها في كل جسمي. طيب ايه اللي بيحصل في ضغط الدم المرتفع؟ بيحصل عندي زي مقاومة. الاوعية الدموية بتاعتي التركيب بتاعها من داخلها عبارة عن muscles، يعني عضلات. العضلات دي يا جماعة بتقدر ان هي يحصل لها تمدد ويحصل لها انقباض، vasodilation و vasoconstriction. خلاص، ودي خاصية ربنا خلقها فيها اللي هي flexibility، او ان هي تبقى ايه مرنة كده بحيث انها تتأقلم على طول ان الضغط بتاعي يكون مظبوط. يعني كلمة ضغط او pressure او tension اللي هي اللي احنا بنقول عليها دي، هو ايه اللي انا بقيسه في الضغط؟ او هو ضغط ايه بالظبط؟ هو ضغط السائل اللي هو الدم على جدران الاوعية الدموية اللي هي معمولة من ايه؟ من muscles، بنسميها smooth muscles. خلاص، يبقى هو ده الضغط اللي انا بقيسه. بقيسه بايه؟ بقيسه بجهاز الضغط بتاعي، وحدة القياس مليمتر اتش جي مليمتر ميركوري. خلاص، يبقى الضغط ده هو كمية، بقيس حجم الضغط بتاع السائل اللي هو الدم على جدار الاوعية الدموية بتاعي. طب ايه هما الرقمين اللي هما فوق بعض دول اللي احنا زي احنا شايفينهم كده في الجدول بتاعي، اللي هما سيستوليك ودايستوليك؟ واحنا هنشوف دلوقتي. اول حاجة الهايبرتنشن. يعني ايه هايبرتنشن؟ هايبر اتفقنا يعني مرتفع، تنشن يعني ضغط. خلاص، فهايبرتنشن is abnormal، حاجة غير عادية او غير طبيعية. sustained يعني مستمر. Rise in arterial blood pressure above optimal level اللي هو 120/80. يعني ايه بقى يا جماعة؟ دلوقتي انا جاء حد عندي في المستشفى او في الصيدلية او في اي مكان وقال لي قيس لي الضغط، لقيت الضغط بتاعه 150/90. حضرتك مريض ضغط ولازم تروح الدكتور دلوقتي وتكشف، هل الكلام ده مظبوط؟ لا. ليه؟ ما ينفعش اقول لمريض ضغط من قراية واحدة فقط في موقف واحد فقط ان انت عندك ضغط. لا، الكلام ده مش صح. لازم يكون في موقفين مختلفين عنده ضغط دم مرتفع. خلاص، ممكن يكون انفعل دم ضغطه ارتفع، ممكن يكون حصل اي موقف او اي حاجه في السيرولوجيه ادت لارتفاع ضغط الدم ده. يبقى لازم يكون سستيند، يعني ايه؟ كذا مره قيسه وفي مواقف مختلفه والاقيه برده مرتفع. خلاص، الاوبتيمال بتاعي او اللي هو المعروف ان عندي ان هو كويس 120/80. اوكي، وعلشان اقول ان ده نورمال يبقى اقل من 120 واقل من 80، لكن طبعا مش اقل قوي عشان ما نكونش ايه دخلنا في ضغط الدم المنخفض اللي هو الايه الهايبرتنشن. طيب ايه هما بقى الرقمين اللي فوق بعض؟ ليه انا عندي رقمين؟ مش هو ضغط الدم على ايوه ضغط الدم بقى اثناء ايه واثناء ايه؟ الرقمين بتوعي دول، اولا بسمي واحد سيستول واحد دايستول. خلاص، سيستول هو ضغط الدم اثناء انقباض القلب. خلاص، احنا عارفين حركه القلب عباره عن انقباض انبساط، انقباض انبساط. القلب بينضم كده على بعضه كده وكانه بيتعصر علشان يطلع الدم كله، وبعد كده يرتاح دايلاتيشن، هو بينبسط علشان يملى الدم. خلاص، دي كده حركه القلب بتاعتي اللي هي ايه دقات القلب اللي انا بسمعها. يبقى الانقباض بتاعي بص اسمه سيستول. سيستول بص كده نتك عليها كده يبقى بنقبض. خلاص، يبقى ده القراية اثناء الايه الانقباض. خلاص، ودي طبعا متوقع انها تكون اعلى عشان الدم هنا ايه طبعا بيتضخ داخل الاوعية الدموية. اما دايستول فدي حاجة ايه دايستول، بصوا دايستول الفتح بالالف حاجة ايه مرتاحة. دايستول يبقى في ايه حالة انبساط القلب، اللي هو ايه القلب عندي مرتاح وبيبدأ يملى الدم من الجسم، وبالتالي طبعا متوقع ان الضغط هنا يكون اقل، هو الرقم القليل. خلاص، التقسيمه دي مش عليكم، لكن دي عشان تكونوا انتوا عارفينها، عشان لما انا اقيس الضغط المريض مثلا ما يبقاش مرتفع حاجه بسيطه واقول له ايه ان انت كده مريض ضغط. لا، انا قلت ان النورمال اقل من 120 بالنسبه للسيستول و80 للدايستول. اليفيتد يعني مرتفع، اليفيتد يعني مرتفع، عاملين اهو باللون الاصفر، يعني ايه احنا لسه في الامان، بس يعني شويه ها مرتفع شويه، فده اللي خلي بالي لانه ممكن يتحول لمريض ضغط بعدين.
من 120 ل 129 واقل من 80 خلاص. وبالمناسبه على فكره جهاز ضغط الدم اللي بالميركوري او بالزئبق بيكون ادق على فكره من الديجيتال، لان الديجيتال ده احيانا بلاقي ايه القرايات لنفس الشخص في نفس الوقت بتختلف، مش دقيق 100%. الهاي بلاد بريشر ستيج 1 هايبرتنشن ستيج 1 يعني المرحله الاولى 130 139 80 على 89، المرحله الثانيه 140 او اكتر 90 او اكتر. دي بقى اللي احنا بنسميها هايبرتنسيف كرايسيس، دي بقى اللي هي طوارئ، حاله طوارئ اهي حاجه تبعك وهي دي هايبرتنسيف كرايسيس. كرايسيس يعني ازمه خلاص. فدي حاجه دي كونسرت دي ما فيهاش كلام، دي على المستشفى على الطوارئ على طول. لو اعلى من 180 في السيستول اعلى من 120 طبعا بنلاقي ارقام بقى 200 160 وبنلاقي ارقام بقى ايه في السماء. طبعا ده يؤدي لنزيف في المخ، جلطات في المخ، لا قدر الله يحصل بقى فشل كلوي، ممكن تحصل مصايب طبعا من هايبرتنسيف كرايسيس دي. بص موضوع اسباب الهايبرتنشن، في نسبه كبيره جدا من الهايبرتنشن بسميها برايمري يعني ملوش اي سبب خلاص، نسبه كبيره قوي اللي هو من غير اي اسباب احنا ايه بنلاقي المريض بتاعنا ايه الشخص بتاعنا بقى مريض ضغط. طبعا في جزء جيني، العيله نلاقي العيله كلها مش عارفه راجل واخته وامه وابوه، العيله ايه فيها كتير حالات من الضغط. طبعا الكحول ده مش منتشر قوي عندنا، لكن طبعا من ضمن الحاجات اللي بيشربوا كحوليات، ستريس طبعا، ضغط العصبي اللي احنا كلنا فيه، اوبيزيتي السمنه، اوفر ذا كاونتر ميديكيشن، شويه ادويه من ضمنها ادويه البرد على فكره فيها ماده معينه اسمها سودو افيدرين، عشان كده مش اي ما ينفعش مريض الضغط ياخد ادويه برد اللي هي كونجستيل حتى والحاجات العاديه دي، لازم يخلي باله خلاص. اندوكراين، مشاكل هرمونيه بالذات الحاجات اللي فيها كورتيزون بيعلى دي بتعمل لي ضغط دم عالي، مشاكل في الاوعيه الدمويه، مشاكل في الكلى، كل ده يؤدي الى الهايبرتنشن خلاص. تعالوا بقى ندخل في ايه في الدرس بتاعنا. فهمنا يعني ايه هايبرتنشن، عرفنا الارقام، عرفنا كل معنى كل رقم ايه، عرفنا الاسباب خلاص. ندخل بقى في العلاج الفارماكولوجي بقى بتاعك. اتفقنا يا جماعه ان انا بضخ كميه دم في او في مواسير وايه وعندي المضخه بتاعتي هي القلب خلاص. طيب انا لو عندي انا كميه الدم اللي انا بضخها كبيره زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت، معنى كده ان انا هزود الضغط ولا اقلله؟ هزوده. انا عندي كميه كبيره عايز اضخها في حاجه ضيقه، يبقى اكيد الضغط عندي هيرتفع خلاص. نشوف بقى كده المجاميع اللي هو حاططها لي، سايازايد، كالسيوم شانل بلوكرز، ايس انهيبيتورز، بيتا بلوكرز، ثلاثه منهم سمعناهم قبل كده في المحاضره اللي فاتت. دراجز يوز تو تريت هايبرتنسيف انكيفالوباثي اللي هي المشاكل بقى بسبب الهايبرتنشن ممكن تعمل لي مشاكل في المخ، اللي هي طبعا بنسميها الكرايسيس اللي احنا اتفقنا عليها، اللي هم صوديوم نيتروبروسايد ولوب دايوريتكس. تعالوا بقى نتكلم كده، ادي الرسمه اللي قدامي، فازو دايليشن. يعني ايه فازو دايليشن؟ ادي النورمال بلاد فيسل بتاعي اللي هو على الشمال ده اللي احنا شايفينه هنا اهو، اهو الفتحه دي بسميها اليومن، اليومن يعني الجزء ايه المجوف اللي فيها دي خلاص. ده عندي المسلز بتاعتي اهي بشكل طبيعي والدم يقدر يعدي بشكل. طب انا عملت دايليتد بقى، وسعتها زياده، هيحصل ايه بقى؟ انكريز للاكسجين والنيوترينتس والبلاد بريشر يقل وكل ده، يبقى انا كده ايه عملت فازو دايليشن، سهلت الايه الدم انه يعدي بشكل احسن. تعالوا بقى نتكلم، هو مش هيجيب لي سيره تاني ولا كالسيوم شانل بلوكرز اللي احنا اتكلمنا عليهم ولا الاس انهيبيتورز ولا البيتا بلوكرز ولا الكلام ده. تعالوا بقى نتكلم اللي احنا ما اتكلمناش عليه، صوديوم نيتروبروسايد. الميكانيزم اوف اكشن بتاعي arterial وvenal وvenal vasodilation، بيعمل vasodilation للarteries وللveins خلاص. بستخدمه في ايه؟ في الامرجنسي، يعني ما بلاقيش واحد مروح بيته ومريض ضغط ماشي بازازه صوديوم نيتروبروسايد، ده ما بتحصلش. اولا ما فيش منه غير انجكشن، ثانيا ما بيستخدمش غير في الامرجنسي. والسيفير اكيوت هارت فيلير مصاحب ليه هاي بلاد بريشر، حد داخل بفشل قلبي مع بسبب دم ضغط دم مرتفع خلاص. يبقى دي كده الانديكيشنز بتاعتي او اليوز. السايد افكتس بتاعتي سيفير هايبوتنشن خلاص، سيانايد توكسيستي ان نيرو ديس فانكشن، سايو سيانيد توكسيستي ان نيرو ديس فانكشن. يعني ايه؟ اول حاجه سيفير هايبوتنشن دي خلاص اتفقنا عليها،
اي حاجه بتزيد عن حدها بتقلل بالضغط. اي دواء بيعالج الهايبرتنشن يبقى السايد افكت هايبوتنشن على طول. طب ايه السيانايد توكسيستي؟ الدواء ده مكون جوه مكوناته في حاجه اسمها السيانايد، ممكن تكونوا سمعتوا عنها قبل كده، غاز السيانيد ده اللي هو ايه، غاز سام اساسا، والماده بتاعته بتاعت السيانايد برضو ماده سامه، والسايوسيانيت نفسه كله من نفس المركبات، مواد ايه سامه. مشكلتي عندي ان انا لو انا عندي مشكله في الليفر، في الكبد او في الكلى، اللي هي الحاجه اللي بتكسر السيانايد اللي هو التوكسيك ده او بتخرجه من الجسم، هيحصل عندي توكسيستي على طول، ما فيهاش كلام. يبقى ولا قدر الله التوكسيستي دي ممكن تؤدي لوفاه. خلاص، يبقى انا مريض عنده مشكله في الكلى، مريض عنده مشكله في الليفر، ما اديلوش السيانيد ده لان فيه خطوره، لان السيانايد بتاعي ما بيكسرش وما بيخرجش، يبقى هيقعد في الجسم ويعمل لي توكسيستي على طول. طيب ايه بقى النيرسينج كونسيدريشن بالنسبه للدواء ده؟ لازم اديه سلولي اي في انفيوجن. فاكرين لما قلت لكم على الحاجات اللي هي اي في بوش او دايركت اي في وانفيوجن؟ ده انفيوجن يبقى لازم يبقى محلل، خلاص. سلولي يبقى لازم يبقى بطيء، ما عشان انا انجز نفسي او مسرعه ريت الدكتور كاتبه عشان انجز نفسي، لا، دواء خطير يا جماعه وبيعمل توكسيستي زي ما اتفقنا. Should be freshly prepared and covered with opaque foil. يعني ما ينفعش اكون محضره من امبارح ولا من اول امبارح ولا من الكلام ده. ويتغطى باوبيك فويل. اوبيك يعني مصمت، يعني مش بيعدي الضوء، حاجه مش في كيس شفاف مثلا. لازم اغطيه بفويل، حتى اللاين يا جماعه بنغطيه بفويل. يعني بغطي الازازه المحلول بتاعي واغطي الجهاز المحلول الانبوبه اللي طالعه لغايه ايه المريض تتغطى، عشان الشمس بتكسره وتطلع لي ايه التوكسيك برودكتس بتاعته. اراقب البلاد بريشر، لو قل عن 95 70 في خطوره انادي الدكتور على طول. افويد برولونج ادمنستريشن ان ليفر وكيدني ديسفانكشن. اتفقنا اي حد عنده مشكله في الكيدني او في الليفر ايه، لا بلاش احسن. المجموعه اللي بعد كده دايوريتكس. اتفقنا ايه هم مين بقى هم الدايوريتكس دول؟ دايوريتكس هم مدرات البول. فاكرين الرسمه دي مستوية عامه؟ مش عارفه بقى فاكرينها ولا. الرسمة دي يا جماعة اعجاز علمي، اعجاز رباني رهيب. يعني دي نبص كده عليها ونقول سبحان الله 100,000 مرة، مليون مرة. دي يا جماعة اسمها ايه؟ اسمها النفرون. النفرون دي هي اليونت، الحاجة المكونة للكيدنيز، للكلى بتاعتي. هي ايه الوحدة الفانكشنال، يعني المنتجة بتاعت ايه اللي بتشتغل عندي جوه الكلى. كل كلى عندي مليون واحدة من دي، خلاص. دي بقى يا جماعة بتعمل شغل لو المريض عنده مشكلة في الحاجة اللي هي يعني ده تراب العين المجردة دي، عنده خلل في الكلية بتاعته وفي النفرنس، يقعد متصل بجهاز غسيل الكلوي ويروح مرتين ثلاثة في الأسبوع يعني مشاوير، ويقعد بالساعات مرتبط بالجهاز ده، ويدخل دمه في ويعدي الفلاتر ويخرج من فلاتر كل ده، وفي الاخر ما يعملش الشغل اللي بتعمله الاستراكشر دي 100%. سبحان الله. يعني هذا الحاجه الدقيقه جدا جدا بتقدر تفلتر وبمنتهى الدقه، يعني سبحان الله فعلا اعجاز، سبحان الله. طيب ليه بقى احنا جايبين شكلها هنا؟ علشان احنا هنتكلم على الدايوريتكس اللي هي مدرات البول. الكلى او النفرون بتاعتي بيدخل لها طبعا فيها التجمع الدموي اللي هو في الجلوميرولس ده عباره عن البلاد فيسلز بتاعتي اللي بيعدي عليها دم البني ادم طول الوقت، بيتفلتر دمنا، بيدخل في الفلتر بتاعي يخرج اللي ملوش لازمه ويرجع تاني اللي ليه لازمه، ايه يحصل له ابزوربشن ويرجع عندي تاني. طيب ايه الفكره بقى، بنعمل ايه بالظبط النفرون دي؟ بتبدا انها تدخل البلاد بتاعي ويحصل ايه، ان في حاجات تخرج وفي حاجات تدخل. كميه الميه الزايده بتاعتي كلها هتخرج عندي على هيئه اليورين او البول، خلاص. والالكترولايتس اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد والكلام ده، اللي محتاجاه هيفضل واللي مش محتاجاه هيمشي. من الاخر انا عايزه هنا في الجزء ده اسمه لوب اوف هانل، لوب اوف هانل، خلاص. في مجموعة من الدايوريتكس بتاعتي اسمها لوب دايوريتكس. اسمها ايه؟ لوب دايوريتكس. ليه بقى اسمها لوب دايوريتكس؟ عشان هي بتشتغل في الحتة دي، بتشتغل عند لوب اوف هنا، خلاص؟ فبتزود ادرار البول بتاعي من هنا. ودول اللي هم اسمهم ايه؟ لوب دايوريتكس. زي مين؟
اشهر حاجة عندي انا اللي انا عايزة اياكم تعرفوه اللي هو فيوريزيمايد. مين بقى الفيوريزيمايد ده؟ اللازكس، كلنا سمعنا عليه اعتقد. لازكس هو الفيوريزيمايد، فيوريزيمايد خلاص. يبقى فيوريزيمايد او اللازكس هو عبارة عن لوب دايوريتك اهو، انهبت الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد كرو ترانسبورت ان اسندنج لوب اوف هنري، فبيحصل ايه؟ ريتينشن اوف صوديوم وكلورايد ووتر ان ذا تيوبيول. يعني ايه؟ يعني خلاص لما انا بمنع عندي ان الصوديوم يحصل له ايه؟ ري ابزوربشن، يفضل بقى الصوديوم وياخد معاه الميه، يفضل عندي في اللوب هنا وما يخ... ما يطلع ما يحصلوش ايه؟ ما يرجعش الجسم تاني، فيخرج بقى ايه؟ بره، ازود كميه البول بتاعي. نيجي للمجموعه اللي بعد كده المهمه، الثايازايدز. ثايازايدز اهي المجموعه اللي فوق دي، دي بتمنع ري ابزوربشن اوف صوديوم، خلاص نفس القصه، ويحصل ايه؟ ريتينشن اوف ووتر في التيوبيول برضه، بس بتشتغل في الحته دي، مش عايزاكم تعرفوا اسمها، بس انا اهم حاجه اللوب اوف هانل ده اللي هو لوب دايوريتكس. الثيازايد بيشتغل برضه نفس الكلام، يمنع خروج رجوع الصوديوم تاني للجسم. وقاعده عامه كده يا جماعه، الصوديوم ده يعني ملح، صوديوم يعني ايه؟ ملح، حتى ايه كلوريد الصوديوم اللي هو ايه؟ ملح الطعام. الملح يحب ايه؟ يحب الميه، الملح يحب ايه؟ الميه. لما ناكل حاجه مالحه نقعد ايه؟ نشرب ميه كتير. يبقى دايما الصوديوم عندي ايه والميه اصحاب، يقعدوا هيقعدوا مع بعض، يخرجوا مع بعض خلاص. يبقى هو هنا هياخد الصوديوم ياخد معاه الميه وايه ويخرج بره الجسم، عشان ايه؟ هو بيمنع انه يرجع تاني يمتص. المجموعه الثالثه اللي هم اسمهم ايه؟ بوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس، اسمهم بوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس. يعني ايه بقى بوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس؟ المجموعتين اللي فاتوا اللي انا قلت عليهم دول، بصوا يا جماعه اللي هم اللوب دايوريتكس والسايزايد، دول بيخرجوا البوتاسيوم من الجسم خلاص، بيعملوا ايه مع الميه والصوديوم، ويخرج بوتاسيوم كمان. وبالتالي ممكن عندي كسايد افكت زي ما هنشوف كمان شويه، بيعملوا لي هايبوكاليميا. بيعملوا لي ايه؟ هايبوكاليميا، يعني البوتاسيوم بتاعي نسبته تقل في الجسم. فايه قالوا خلاص، طب ما احنا نشوف بقى ايه مجموعه ثانيه اللي هم سبايرونولاكتون، دول لقيناهم بيعملوا ايه؟ بيمنعوا بقى، لا بيخلوا البوتاسيوم جوه الجسم، ما البوتاسيوم ما يخرجش، فعشان كده اسمهم بوتاسيوم سبيرنج، يعني بيحافظوا على البوتاسيوم داخل الجسم. وبالتالي لو انا عندي هايبوكاليميا استخدم ايه؟ اللي هم سبايرونولاكتونز اللي هم بوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس. انا عشان انا مش شايفاكم ولا انتم شايفيني، انا عايزاكم لو ان حد تاه يعيد تاني ويكتب ورايا، تمام؟ انا بحاول اشرح والله على الدايجرامز اهو، بس ايه واحده واحده كده، وهنعيد الكلام تاني ما تقلقوش. اول مجموعه اللوب دايوريتكس اللي هو الفيوزيمايد اللي هو اللازكس زي ما اتفقنا، بيشتغل ازاي؟ بيعمل ري ابزوربشن اوف صوديوم كلورايد زي ما اتفقنا، وبالتالي بيخرج الميه كمان، ويعمل انكريز اكسكريشن اوف بوتاسيوم في الديستال تيوبيول، ده اللي احنا قلنا عليه خلاص. سيبوكوا بقى من موضوع البروستاجلاندنز ده وفازو، سيبوكوا من الجمله دي، ايه مش لازم تفاصيل. يوزز emergency rapid potent IV في حالات الهايبرتنسيف انكيفالوباسي acute pulmonary edema. يعني ايه pulmonary edema؟ اللي هو ايه؟ الميه تتكون في ايه؟ في الرئه، ميه الرئه مش المفروض يبقى فيها ميه، وبالتالي لما يحصل عندي pulmonary edema محتاجه ادي ايه؟ حاجات تخرج الميه الزايده من الجسم. وفي حالات طبعا الامرجنسي في حالات هايبرتنشن شديده ادي برده ايه؟ diuretics. إديمة of liver cell، بصوا يا جماعة أي إديمة من الآخر عشان بس نبقى عارفين بندي فيها دايوريتكس. إديمة يعني إيه؟ طبعًا إيه؟ تورم نتيجة إيه؟ لاحتباس مية في إيه؟ في أي مكان. ففي عندي إديمة بتاع بسبب ليفر سيروزز، الناس اللي عندها استسقى كمان بنسميه أسايتس خلاص. أي حد عنده فلويد في مكان مش المفروض إن هو يكون فيه بدي عادة لوب دايوريتكس. وطبعًا الكونجستيف هارت فيلر، عارفين حاجة كونجستد يعني حاجة كده إيه؟ مليانه كده على اخرها كده، دي حاجه بنقول عليها كونجستد. فكونجستيف هارت فيلير ده بيبقى نتيجه لايه؟ بيبقى بلاقي فيه إديمة على طول. فدي بدي فيها برده لوب دايوريتكس. اكيوت رينال فيلير، فشل كلوي، هايبر كالسيميا وهايبر كاليميا. يبقى انا استخدمت السايد افكت اللي انا قلت عليه من شويه اللي هو ان هو بيعمل هايبوكاليميا، فانا هنا استخدمته لو انا عندي حد عنده هايبر كاليميا البوتاسيوم بتاعه عالي، اقوم مدياه ايه؟ لوب دايوريتكس عشان اعالج الهايبركاليميا. سايد افكتس هايبوفوليميا، يعني حاجه تزيد عن حدها تقلب ضدها، تمام؟ هايبوكاليميا اللي احنا قلنا عليها، والكالوزيس، الكالوزيس ده يعني قلويه في الدم، وهنتكلم عليه في اخر شابتر خالص. هايبوكالسيميا، هايبوماجنيزيميا، هايبر يوريسيميا. بصوا يا جماعه
هايبو كل حاجة عشان هو بيخرج تقريبا كل الالكترولايتس ما عدا اليوريك اسيد. هايبر يوريسيميا يعني زيادة في اليوريك اسيد خلاص. يبقى بيعمل هايبو مغنيسيوم وكالسيوم وبوتاسيوم وهايبوفوليميا اللي هي الميه. هايبر سنسيتيفيتي طبعا لو في عندي حساسيه من الدواء. اوتو توكسيسيتي ودي مهمه قوي قوي بتحصل للاسف وهم مش واخدين بالهم. يقعدوا يدوا بالذات الناس اللي في العنايه يقعدوا يدوهم نازكس كتير قوي قوي لغايه ما يحصل صمم. اوتو توكسيسيتي المريض يحصل له صمم بسبب ايه؟ الدايوريتكس. الجي اي تي ابسيت طبعا ايه يعني نوزيا وفومتنج والكلام ده. ريفراكشنس تو لوب دايوريتكس ديكريز ريسبونس زي كده فكره التوليرنس اللي اتكلمنا عليها قبل كده. ان انا ادي لوب دايوريتكس ولاقي مفيش اي استجابه خلاص. ليه مفيش ايه ديفكتيف انتستينال ابزوربشن في كونجستيف هارت فيلير؟ لو حد عنده كونجستيف هارت فيلير ساعتها كتير قوي بيبقى فيه زي حتى تورم داخل جدار المعده فما بيحصلش امتصاص كويس. الحل ايه؟ الحل ان انا ادي اي في ما ادهوش بقى قرص ما اديش قرص اقراص لازكس اديه على طول يدخل على الدم على طول. ديفكتيف بلازما بروتين بايندينج ان هايبو البيمينيميك ستيتس. الحاجات دي معلش يعني صعبه شويه بس احنا واحده واحده هنشرح يعني ايه. دلوقتي انا عندي في ادويه كتير قوي قوي بتمشي ازاي في الدم؟ مش بتمشي مع نفسها كده بتمشي ماسكه في حاجه بتمشي ماسكه في ايه؟ في بروتين موجود في الدم اللي هو اسمه ايه؟ البيومين خلاص. وبالتالي لو انا عندي حد اللازكس ده من ضمن الادويه اللي بتحب قوي تمسك في الالبيومين وهي ماشيه. وبالتالي انا لو عندي حاله فيها الالبيومين بتاعي بيقل زي ايه؟ زي حد عنده مشكله في الكبد او مشكله في الكلى فمش هيلاقي حاجه ايه يمسك فيها. فاعمل ايه ساعتها؟ اقوم ادي الدايوريتكس ادي ايه ميكس دايوريتكس ويز البومين قبل ما ايه ما ادي انفيوجن ادي البومين انا من بره من معايا بحيث انه يلاقي انا يلاقي اللي هيمسك فيه على طول مش مستني بقى يمسك في اللي في الجسم لا انا مدياله حاجه من بره يمسك فيها. طيب ديفكتيف اكسكريشن اوف دايوريتكس ان رينال امبيرمنت انكريز دوز 5 فولز. يعني ساعات علشان انا عندي مشكله في الكلى فمش عارف يخرج ايه الدايوريتكس فنقعد نعلي الجرعه 5 أضعاف الجرعة الطبيعية علشان أوصل للإفكت بتاعي. Increase activity of distal and convoluted tubules. Add spironolactone. ساعتها أعمل إيه لو أنا عندي مشكلة في الكلى برضو إن هو الشغل عندي في الأجزاء التانية مش في اللوب أوف هانل أعمل إيه؟ أزود معاه حاجة تانية تشتغل على الجزء الآخر ده اللي هو السبيرونولاكتون. خلاص التفاصيل الزيادة قوي دي يعني ممكن حاجات اللي هي حاجه زي مثلا ان انتوا تدوا اي في ماشي ده احسن. موضوع القلب من ده يعني ممكن تشوفوه ممكن ما تشوفوش. بريكوشنز اخد بالي من ايه؟ طبعا اخد بالي عشان ما الموضوع ما يزيدش عن حد وما يحصلش بقى هايبوتنشن وايه وتاكي كارديا وبون بور سكين تيرجر واكسسيف سورس. ده دي علامات على ان حصل دي هايدريشن خلاص. يعني ايه؟ يعني انا باجي اقرص كده المريض اقرصه من بطنه او من ايده او كده الاقي الجلد بتاعه كانه ايه كان جلد عجوز فما بيرجعش على طول لمكانه. بص بيبقى مكرمش كده وياخد وقت عقبال ما يرجع لمكانه تاني. لما اقرص المريض المفروض ان انا ايه المفروض. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ دي اول محاضره لينا ان شاء الله في لازم طبعا اخلي بالي كويس جدا من موضوع الديهايدريشن. اخلي بالي من ضغط الدم انه ما يقلش زياده عن اللزوم والهارت ريت عشان ما يحصلش ريفلكس تاكيكارديا. وطبعا اللي داخل واللي خارج مريض العنايه ده لازم بعمل له حاجه اسمها فلويد تشارت. يعني بشوف في كميه قد ايه مدخله له انا محاليل مثلا من بره او بيشرب او كده وقد ايه خارج منه خلاص. يعني لازم يبقى في موازنه ما بين اللي داخل والخارج. ما ينفعش انا ادخله كميات كبيره قوي والجسم ما بيخرجش معنى كده ان انا هعمل له اديمه الميه متحوشه جواه خلاص. مونيتور سيرم الكترولايتس لازم اخلي بالي من البوتاسيوم والصوديوم والكلورايد وكل الكلام اللي احنا قلناه. خلصنا اللوب دايوريتكس ندخل على الثايرويد دايوريتكس عشان ما نتوهشكم. نتكلم عن الهايبرتنشن وبنتكلم على جميع الادويه اللي احنا خلاص اتكلمنا عليهم في المحاضره اللي فاتت فمش هنتكلم عليهم تاني. احنا دلوقتي في الدايوريتكس مدرات البول اللي بتخرج لي الميه الزايده من الجسم. اللوب الثايزايد زي اللوب لكن اللوب اقوى خلاص.
بستخدمهم في علاج الهايبرتنشن. decrease the calcium excretion preferred for treatment of hypertension in old age as it protect against osteoporosis. يعني ايه؟ فاكرين اللوب دايوريتكس كنا بنقول بيعملوا هايبومغنيزيميا هايبوكالسيميا هايبوكاليميا كله؟ السايازايد ما بيطلعش الكالسيوم من الجسم، بيخلي الكالسيوم، وبالتالي بالنسبه للناس كبار السن اللي عندهم ريسك ان يجيلهم اوستيوبوروزيس، يعني ايه؟ يعني اوستيوبوروزيس يعني هشاشه العظم، خلاص؟ فبالتالي انا عندي طبعا الناس دي معرضه اكتر لهشاشه العظم، مش ناقصه ان انا اخرج لهم الكالسيوم من الجسم، فاحسن لهم مفضل فيهم السايازايد. والسايد افكتس نفس بتوع اللوب دايوريتكس بس. طيب كده خلصنا الهايبرتنشن، نكمل بقى الشابتر اللي جاي ان شاء الله بقية المحاضرة.